كنقول جلالة الملك والناس المسؤولين الله يجازيهم بخير، الله يجازيكم بخير، عاودوا إعادة النظر في هذا الوضع وعطيو لكل ذي حق حقه، اللي عام مسؤول واللي محتاج عطيوه حقه ما تضيعوش. اللهم هذا منكر، ما يمكنش تعطيو لواحد عنده مليار ديال الفلوس وتزيدوه وواحد ضعيف مسكين ما عندوش شي 4 دريال باش يصير وتوليو تقطعوا له المعيشه ديالو. اللهم هذا منكر. وعيش الملك، وعيش الملك، وعيش الملك. هادشي هو اللي كاين، هادشي اللي كاين، وهذا هو الحق اللي كنطالبوه اليوم في هذا النهار. وكنتمناو سيدنا والناس المسؤولين من القايد والباشا وكل شيء ورئيس الدائرة إعادة النظر في هذا الموضوع، وسيد العامل الله يجازيهم بخير يعاودوا إعادة النظر. رحنا مضرورين، حنا عمالة سيدي قاسم وهاد الدراري مساكنهم وجايين كاملين باغيين يطالبوا. علاش؟ بحقهم. فين غاديين يخرجوا؟ هما ما خليهم لا ملعب فين يلعبوا الكرة، لا فين يخرجوا، كلشي تكرا، كلشي تكرا الملعب، حتى هو مكري، حتى المشية، حتى المشية فين تترعى، المشية لا منين يسقيو، ما عندهم لا كسيبة، ما عندهمش حتى الحمار على واش يسقيو، ما عندهمش الحديد، كيدير مسكين؟ واش عيقيل كل نهار يطلب من جاره الماء؟ كيدير؟ هو قطع عليه الماء وخصو يهود مثلا واحد تل الزويد، يعني واحد 50 كيلومتر ولا 60 كيلومتر، في عيبشي عيجيب عدال هذاك نهارو، شكون اللي عيخدم عليه؟ شكون اللي يجيب له ما ياكل؟ شكون اللي يجيب له ما يشرب؟ اللهم هذا منكر. الارض ديالو دابا كيديوها لهم، كيفاش غادي يدير؟ عيدي له البلاد، عيدي له الماء، كيدير هاد الولاد يعيش؟ هاد الراجل اللي باغي يتزوج، علاش يتزوج؟ هو ما قادرش يعيش راسو، عاد يعيش ولادو؟ منين يشربهم؟ هاد المرة اللي عيجيبها من واحد المكان بعيد، ما تقولوش الله ياخذ فيك الحق اللي جبتيني هاد الارض، ما فيها لا ماء لا ما ناكل. حتى انت مشات لك الارض؟ مشاتني حتى انا الارض، مشات لي الارض، ولكن امشي هذا هو المهم. نعم. المهم هي الجماعة، الجماعة غادي تضرر وما يضررش الانسان اللي كبير اللي عنده واحد يعني وعدو باش يعيش، عيضر الانسان البسيط اللي عنده نعجه وعنده معزه وعنده بقره وما عندوش باش يسقيلها وما عندوش فين يطلقها، عنده دجاجه كيشريها كيبيض كيقول لها ماما خصني ما ناكل كتشي تقلي له بيضه، هذه كعاد دير؟ اجي واحد عتخرج له الدجاجه لعاد هذاك السيد ما عايش داش يقشلها. حنا عارفين وعارفين بلادنا، هادشي راه كتستافد منه خصها، حنا خصنا نستافدوا، ماشي حنا غنضيعوا. حنا حنا الداخليه دارتنا هادشي باش نستافدوا، حنا ما عدناش، ماشي دارتنا باش نضيعوا ولا يضايقوا علينا ويسدوا علينا البيبان، بلا نمشيو حنا. شنو تطالب دابا اليوم؟ انا كنطالب هاد الارض تبقى لمواليها، ما يدخل لها حتى واحد، كما كانوا مواليها كيعيشوا فيها من عام 1947 وما عايشين فيها وكثر. انا عا بغيت نقرب شويه، ما بغيتش نبعد. ها الوراق كيشهدوا، جدود جدودنا كيتصرفوا في هاد الارض، ودابا هاد الارض من غيديها واحد اخر، واحد عيكري 30 قطار، واحد عيكري 200، واحد عيكري 1000، وحنا باغيين نمشيو. واش كاين مالين الشكاره اللي دخلوا على الخطر؟ اه كاينه سيدي. الناس باغيين، الناس باغيين يجوعونا وباغي يجوعوا ولادنا وباغي يشتوا لنا الشمل ديالنا، هادشي ضرار والضرار كيترفع قانونيا، والله يخلينا سيدنا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، راه الضرر خصو يترفع علينا ما يبقاش قانونيا، الضرر ما كيبغيش حتى واحد، ما كيبغيه لا ربي ولا عبده قانونيا. هي مشات اصلا، مشات راه حرتوها الام اللي فات، حرتوها حرتو الزروب. يا الزر ما خلاوش يخرج، ما عندوش فين يخرج، لا هنا كيما 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 دارت ما عندهاش فين تخرج، ضربوا كلشي على الزروب. واش حنا نروحوا من هنا؟ زائد الاملاك ديال مواليها حتى هي كيدخلوها بالوثائق، وكاين الوثيقه اللي عندها 100 سنه، الانسان اللي كيتصرف ملي خلقوا جدود جدودو كيتصرف فيها، حنا ما كننازعوش الناس اللي كيتصرف ولا ما كيتصرفش، عنده شي حقه يمشي للمحكمه، يصيفطوه للمحكمه، يصيفطوه للمحكمه، هذاك اللي عنده حقه يمشي للمحكمه، يصيفطوه يمشي للمحكمه بحكم ديال المحكمه، ما غايجيش ياخذها بلا حكم ديال المحكمه. لا ما حتى لا ما عندوش، ماشي مشكل، ما عندوش مشكل، خليها الجماعه ماشي مشكل، ولكن باش يجي واحد اخر يكريها وحرتها هو كيشوف بعينيه في الارض ديالو غدا والملك ديالو ديال الاجداد ديالو، ما يمكنش. هاد الناس كلشي ضايع، والله ما عندهم منين يدوز، وغادي غادي يلحقوها هما، راهم باقين شي وحدين باقين ماشي هما هادوك، يعني ما فاهمينش، ولكن غادي غادي يلحقوها نهار اللي ما غتبقى الدجاجه غتخرج له الدجاجه ويشدها يضربها يقتلها، راه غادي غادي انه فين وصل. اخر كلام هو الماء، فين غنمشيو هنا نموتوا؟ نعيشوا في السماء، الماء هو الماء، الماء راه الدولة كتعطينا الماء نشربوا، هو عين بني وازن عيجربها، منين غندوزو حنا؟ منين غنشربوا؟ منين غنمشيو؟ حجرك حتجرب الدكارة وزيد وزيد، وهي الدولة أي بلاصة فيها الماء، ما كاينش الماء الإنسان شحال يقعد يدير هنا؟ الزوج ما كيعيش فيها. المطالب ديالنا
هو ان هالكرة احنا ما عندناش غرض بالكرة، ما عندناش غرض ايه، وما خصناش كرة، احنا عايشين مع بعضياتنا بسلام مع بعضياتنا، ما مالنا والو. الاجداد ديالنا باعوا عليها الاملاك باش ردوها جماعيه، وبقات هنا عندنا الاملاك ديالنا باعوها. علاش ما تكريوش نتوما الا كانت هاد الارض سلاليه وديال عتا تكراو نتوما الاولى؟ كاين اللي قاد يكري، كاين اللي ما قادش يكري، ما عندوش باش يكري. دابا دخلوا مالين الشكاره، اللي ما عندوش الشكاره ما غيدخلش، باش غيكري اجنبيا. والناس كاين الناس اللي كراوها، الناس غيدراوي. واحد من سلالي كاريها ومدخل معاه واحد اللي هو اجنبي، اللي هو ماشي سلالي. هاد الناس سلاليين في غيمشيو، المراه ديالهم كسيبه ديالهم في غيعيشوا، اذا خصهم يتحولوا. وهاد الناس كلهم كل واحد ياخذ حقه، لا كانت ديالهم وسلاليه هما ما غيكريوهاش، هما غيستافدوا منها هما. لا قطار بركه عليه خمسه. شنو الجواب ديال النيه فاش تهضروا معاها من الارض؟ شنو تيقولوا لكم؟ عقدوا الغرض، ما يقدرش يشوف فيه، يسمع بكم. كيمشي مع مول الشكاره، كيجي مول الشكاره يهزوا يديه النيه من هنا من الدوار عندكم؟ من الدوار ومن الدوار والدوار، كيجي مول الشكاره كيهزوا يديه دائما، كيمشي مع مول الشكاره. انت الا مشيتي عنده قلتي له هذيك الحجره عندي، وهاد النياف هاد النايب اللي عندنا حنا اللي عند العتاتوا، نعم، هاد النايب عمو كان نايب، نعم، علاش ما دارش هاد؟ هو جا من مور عمو، علاش عمو ما دارش هاد الكارثه اللي دار هو؟ يعني نتوما ملي خلقيتو سبتو الارض هكا تستغلوها؟ انا اكبر منهم، الله اعلم، انا اكبرهم منا. دازوا سبعه ولا ثمانيه ديال النياب، عمر شي واحد ما دار شي حاجه في هاد الارض سلام. كاين بنادم كيتقطع فيها الغراض وغادي بحاله، هذا جا كحلها ومشى بحاله، مشى مع مول الشكاره وقضى مع مالي الشكاره، ومول الشكاره يجي ليه للدار ويهزو ويديه يصرف عليه وكذا كذا، وكيجي بخير وعلى خير. وانت لا هضرتي معاه راه يدخل لك حتى للدار. دابا راه بقى يدور يحكم، دابا بقى يقلب على الحكم باش يحكم، رغم انه امي، ولكن الحكم باغي يحكم.